خاصة إذا كنت مستمر. لو كنت مستمر في الموضوع، لا لو كنت مستمر كان هيبقى شيء تاني. وإذا طلب مني تعريف تاني للأماكن اللي كنت محتاج كنت لازم أكلم شيء فيها بصراحة. ولكن أنا دلوقتي ماليش دور حتى قلت مين المراكز اللي فيه وجود حرمان. لا بس أنا سمعت إن هو قاعد معاك. لا ما كان ما تناقشناش في أي حاجة حقيقي. ما تناقشناش في أي أمور تخص الفريق. كل الراجل الفناني والراجل شكرني على الفترة اللي فاتت واتفرج على الماتشات وعنده كل معلومة كبيرة وسجلها الفرقة لأن برضه بدي له المعلومات كلها أثناء تواجده في مصر. فالراجل بس كان بيرحب وشكرني بس ما فيش أي معلومات تانية عن الفرقة فنية ولا مين كويس ولا مين بحب الفريق. الإعلام والصحافة المصرية كلهم كانوا متعاطفين معايا خاصة لما جه مجلس الإدارة أساعد بيني مدير فني أجنبي كانوا متعاطفين معاك بعد حصولك على مجلة الدوري كمان. لا وكانوا يتمنوا إنك أنت تستمر في الإيه؟ في مهمتك عند الكاس. ليه أنت ما ارتبطتش مع النادي أو أنت قلت لهم عشان أمشي في الطريق ده أمشي غير الكاس؟ أولاً أنا لأنك أنت معنى إنك أنت تلعب في الكاس وتخسر وتاخد البطولة يبقى معناها بطولتين في فترة قصيرة في مصر. بص انا اولا من كل قلبي شكرت فعلا الاعلام وشكرت الناس اللي كانوا مساندين ليا من الاعلام لان الفتره دي كانت فتره صعبه ساندوا الفرقه وساندوني انا شخصيا وبشكرهم من كل قلبي دي لعمل على فكره اللي ممكن ساعدت في حفاظ هذه البطوله لان مفيش حد قال طب مبروك. الناس كلها وقفت معايا والناس كلها زي ما انت حضرتك قلت محتاج بترحب ان انا اكمل المسيره ولكن احترم قرارات مجلس الاداره وانا علمت ان المدير الفني موجود في مصر وقالوا في مدير فني وحضر ماتش وانا يعني الناس انتقدت مجلس الاداره في الحته دي لان المفروض مش النادي الاهلي وانا علمت والمهندس محمود طارق عشان عارف كلمني وقال لي يا فندم انا عايزين نعمل مؤتمر صحفي وكان ده قبل ماتش الزمالك قلت له يا محمود كابتن علاء صادق قلت له مش عايز افرق الفرقه مش عايز افهم تشتيت الفرقه وتركيز اللعيبه يبقى في شتتان بين مدير فني مشتغل ومدير فني جاي جديد ان دي ممكن تحصل عمليه هزه الفرقه ومش مستحيل ده يمكن هي لما الزمالك مشي في عمليه الصفقات عمل صفقات هز الفريق لازم تهز لازم عمليه الصفقات واذا كان في اطار وكان موجوده في الاهلي واذا كان في اطار وتوقيت حرك انا اتخليها في السجل. ما هو مجلس الاداره بتاع الاهلي عمل كده برضه عشان كده انا لا مجلس الاداره تفاوض مع ناس برضه مجلس اداره النادي الاهلي احترم وجهه نظري جدا وانا بشكره برضه انه اجل المؤتمر واجل دايما المدير الفني الاجنبي الى بعد انتهاء البطوله واحترم رايي مهندس محمود طارق بتاع الصادق وفعلا اعلن المؤتمر الصحفي يمكن امبارح بعد التوقف. تعتقد طبعا احنا جوزيه قبل كده كان بيعتمد على اللعيبه الكبار بس والنجوم تعتقد ان خوان كارلوس يتبع لعيبه نفس سياسته ولا الخوف ان هو يتخلص على اللعيبه الشباب دول؟ والله من خلال مسيرته من خلال خبرته الذاتيه ومن خلال اللي انا سمعته ان هو دائما بيحب يفضل العناصر الصغيره عشان يحب يعمل تيم جديد. النادي الاهلي في هذه الفتره فعلا محتاج تجديد في الفرقه حتى دي ومحتاج دفع مع نصر الشاب. ليه؟ لان انت هتكسب عشان تكسب السنه دي هتكسب على مدار خمس ست بس بعتقد كان هيتم نفس السياسه في ان هي دعم الصغيرين على الكبار. ما هو لازم يعمل كده لازم لو خد الصغيرين بس هيخلص عليه. لا لازم يعمل كده ولازم يبقى السياسه دي ولازم يزق برضه مع نصر الشاب في الفتره القادمه لان مستقبلا دول مستقبل النادي الاهلي لمده خمس ست